السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه اخواتي واصحابي الغاليين من كل مكان حوالين العالم. هقول لك في الفيديو دوت ازاي تقدر تشتري الكوكتيل الكويس السليم من غير ما حد ما ينصب عليك ولا يديلك عصفور يكون تعبان وتقعد تفضل تعاني معاه فترة كبيرة. بعض الحاجات في الفيديو دوت هتبقى صعبة شوية ده انا اوريها لكم، وفي ناس تقعد تقول لي ايه ده انت بتورينا حاجات ياع وكلام من ده، بس انا لازم اوري لك المعلومة كاملة عشان لما تيجي تشتري عصفور محدش يضحك عليك ويبقى انت واخد العصفور النظيف الكويس اللي يستاهل انك تدفع فيه فلوس. فده هيكون موضوع ان شاء الله هنتكلم عنه النهاردة. ولكن بذكرك في البداية لو لسه اول مرة تشوف القناة بتاعتنا ما تنساش تنضم لأسرتنا الغالية عن طريق انك تعمل بس اشتراك من الزر الاحمر اللي موجود تحت وتفعل زر الجرس عشان كل ما ينزل فيديو جديد يجي لك اشعار بيه. اول حاجة هنتكلم عنها في البداية خالص الاختيار للطيور والهدف من الطيور اللي بتربيه هو ايه. يعني لما تيجي تشتري عصفور لازم تكون انت محدد انت عاوز تجوز مين لمين، ولما تجوز الجوازة دي الانتاج بتاعها هيكون ايه. الفيديو اللي معايا دوت ده جوزين انا مجهزهم للبيع، والزوج اللي على اليمين دوت خلاص ده في المفروض حد هيجي لي كمان شويه يشتريه، وصاحبه طبعا انا هو اللي قال لي يا ريت تصوره كمان عشان الناس تبقى عارفه الطير بتاعك عامل ازاي والناس تستفاد من الفيديو. والجوز اللي على الشمال ده لسه ان شاء الله ده جاهز برضو للبيع. هوريكم كل حاجه وهقول لك سعر الحاجات دي عامل كام وازاي تستفاد منها اعلى استفاده، بحيث ان من عصفور سعره قليل يبقى عندك طيور كتيره سعرها عالي ويبقى باستمرار عندك طير مطلوب في السوق وعندك انتاجيه اعلى في كل مره. اول حاجه هنتكلم عن الزوج اللي هو الاولاني اللي على اليمين دوت ذكر رمادي اللي واقف فوق ده، ده اسمه ذكر رمادي، ده اسبريت مصبع، والانثى اللي فوق اللي عماله تطلع ديت دي بنوته سينامون ايزابيل اسبريت مصبع. الاثنين دول سعرهم 750 جنيه، انتاجهم مع بعض ممكن نعلي الانتاج ونبيع من الانتاج جزء قليل بس ب 500 جنيه و 600 جنيه و 700 جنيه كمان. طيب ازاي يا باشمهندس نعمل الموضوع ده؟ هقول لك بالتفصيل ومش هخبي عنك اي حاجه باذن الله في الفيديو دوت. اول حاجه وانت بتشتري الطير لازم تبقى عارف العصفور دوت حامل لصفات ايه، والصفات دي سائده ولا متنحيه ولا مرتبطه بالجنس، ولازم تقلب العصفور بايديك. بعض محلات طيور الزينه لما تيجي تشتري منها او في الاسواق تيجي تمسك العصفور تلاقي صاحبه عمال بيبص لك قوي كده اللي هو عاوز ياكلك، اللي هو انت بتمسك العصفور ليه يا عم ما تمسكوش، اللي هو اشتري كده وخلاص زي ما تيجي تيجي. طب يا عم افرض العصفور هزيل او تعبان او عنده مشاكل معويه انا هعرفها ازاي؟ مش هقدر اعرفها من الشكل، هعرفها من مقاومه العصفور ومن مسكه العصفور معايا. لو انا واخد عصافير بقى صغيره زغاليل دي حاجه تانية. الزغاليل اه معروفه ان هي مقاومتها اقل وبيبقى جسمها اقل شويه لما بتكبر، او لو هم شبابات لما بيكبروا العصفور جسمه بيملى ويبقى احسن. لكن العصافير الكبيره اللي زي دول كده دول ما شاء الله متخطيين عمر ال 12 شهر، فدول جاهزين للانتاج. ما ينفعش ناخد منهم عصفور يكون نحيف او مسيف او عنده مشاكل في نمو الريش. انت بتشتري حاجه جديده يبقى تشتري الحاجه المظبوطه التمام. بص كده مثلا الانثى الرمادي اللي في وشنا دي المجمع بتاعها نضيفه كويس ازاي، ما تقلقوش انا لسه همسك عصفور عصفور وافرجكم عليه واقول لكم ازاي تشتريهم وتطمنوا ازاي ان العصفور ده كويس ولا في مشاكل ولا ايه. يلا بدنا نبدا كده. اول حاجه نعملها هنبص على الفرد الرمادي ده ونفحص العصفور بايدينا. نجيب الكاميرا كده في الجنب ونمسك كده العصفور الاولاني دوت. بسم الله لازم وانت بتجيب العصفور العصفور يكون بيقاوم معاك، ما يبقاش قاعد ساكت كده، لازم يقعد يجري يمين وشمال زي الاخ ده كده ما كان عمال بيجري مني كده يمين وشمال. تمسك العصفور بايدك كده زي ما انا مسكته وتكون مثبته كده بايدك دي بصباعك الاثنين، صباعك ده كده جاي على الراس من الجنب عشان ما يتحركش يمين او شمال، والصباع الثاني بتاع الابهام مثبت الراس. جميل كده انت تتملك العصفور وتعرف تقلبه كويس وتطمن عليه. رقم واحد ببص عليه اول حاجه المجمع يكون نظيف ما يكونش فيه اي بلل حوالين المجمع، ده اللي يعرفك ان العصفور ما عندوش اي امراض معويه لا قدر الله. تاني حاجه الضوافر تكون سليمه في رجلين العصفور، ورجل العصفور تكون كويسه ما يكونش فيها اي ورم او اي مشاكل. صدر العصفور كويس مش نحيف،
العينين سليمة ما يكونش فيها اي التهابات. الحاجات دي كلها تعملها وانت بتشتري، ما تقولش لا احنا هاخد كده وانا ونصيبي، لا لازم تقلب. انا لما ببيع لحد، انا كنادر خميس لما باجي ببيع لحد طير بعمل له كده، بقول له بص العين سليمة ازاي، بص المجمع نظيف ازاي. بقعد في ناس بتقعد تقول لي خلاص يا باشمهندس احنا جايين لك على الثقة، اقول له لا معلش ده حقك وانا لازم اديهولك. فالحاجات دي عاوزك تاخد بالك منها وانت بتشتري من اي حد. بص المنقار يكون سليم، ما يكونش فيه مشاكل، ما يكونش مكسور، تمام. الوش يكون الخد بتاعه كامل. جسم العصفور عامه يكون كبير زي كده، بسم الله ما شاء الله وصل لنص دراع اهوت، يمكن معدي معدي ما شاء الله. طيب الجناحات بقى ونضفت الجناحات، اول حاجه اقول لك عليها الراس تكون سليمه، الهيد يكون كويس، ما تكونش الراس صغيره. طيب نمسك بقى الجناح من جوه كده ونطمن عليه. هعدل بس ماسكه العصفور وانا ضمه لجسمي عشان الريش بتاعه ما يتبهدلش. هو يا عم بيعضل الترنج، بيخرم الترنج، لا 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 بيخرم الترنج يا عم، حرام عليك. زي الفل اهوت. بصوا الجناح ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله اكبر. انا بس عدلت ماسكه العصفور عشان اخلي ايديا كده واكون ضامن العصفور ما بين ايديا واكون متحكم منه فالعصفور ما يتبهدلش مني. بصوا بسم الله ما شاء الله جناحه عامل ازاي. لازم الجناح يكون زي كده، يكون مستف، ما يكونش الريش مخرم، ما يكونش الريش في مشاكل، ما يكونش الريش الجناح ما يكونش مكسور، يكون سليم. طيب نجيب الجناح التاني. بسم الله ادي الجناح التاني، بسم الله ما شاء الله. برضو العصفور كويس ونظيف والصحة العامة بتاعته كويسة وجيدة. العصفور بيقاوم معايا باستمرار، ما تجيبش عصفور يكون هزيل وما بيقاومكش. العصفور اللي ما بيقاومكش دوت تقلق منه، الا اذا لو كان هو مدرب او اليف، في الحالة دي ما تخافش منه، تمام كده خلاص. فحصنا العصفور الاولاني. بص بقى البنت الايزابيلا ما شاء الله شكلها عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك يا رب للي هياخد. بص العصفور عمال بيجري معايا ازاي، ما هواش كده واقف كانن، دي حاجه كده عاوزك تاخد بالك منها. هرجع لك لورا كده شويه عشان تكون باصص على الزاويه كلها، وننزل دي كده كمان. بسم الله جري العصفور دي من الحاجات اللي بتطمني عليه ان هو سليم وبيقاوم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه ببص عليها هو المجمع ما يكونش فيه بلل. طيب لو في ريش متسخ زي ده ابص كده على المجمع، انفخ كده نفخه، هل في بلل حوالين الريش ولا بس ده كان مجرد فضلات جت عند العصفور مكان وكان واقف على الاكاله او على الوقافه. لو المنطقه ديت مبلوله يبقى ده كده اسهالات او سالمونيلا. اما لو نضيفه زي كده وفي بس بقايا فضلات على المجمع، لا يبقى ده ممكن يكون وارد من الشياله او من القفص او من طلوع العصفور على السلك وكان بيعمل فضلات فالفضلات جت عليه. طيب لو العصفور عنده مرض معوي برضو وانا قلقان وعاوز اعرف هعرف ازاي، بص على صدر العصفور، بسم الله ما شاء الله تلاقي العصفور صدره كويس ملحم، ما هوش ضعيف، بيقاوم معايا. العصفور التعبان هتلاقيه مش قادر يقاوم وصحته هزيله. كلام جميل. برضو نطمن على الضوافر، تمام جميله سليمه وكامله. جسم العصفوره بما انها بنوته كويس وحجمها كبير. بص بسم الله ما شاء الله لو مسجد بارك الريش عامل ازاي، ريش الدير كله كامل ما شاء الله، الله اكبر وكثيف. دي الحاجات بقى اللي انت تاخد بالك منها، العينين تكون سليمه. بص العصفوره عماله بتلف عاوزه تعضني، العصفور العيان مش هيقدر يعمل كده، هيبقى صحته هزيله ومش قادر يتحرك. انا دلوقتي ماسك العصفوره بايديا بحاول اعدل مواضيعها عشان اوريكم الجناح من جوه عامل ازاي. ادي الجناح بتاعها اهوت كامل، الريش كويس، الصحه كويسه، العصفوره ماسكها ماليه ايديا. بصوا ماليه ما شاء الله كف ايدي ازاي، مش هزيله كده ونحيفه. دي الحاجات اللي انت المفروض تاخد بالك منها. علامات الايزابيلا بقى موجوده في السلحات اهيت، الطلقيط دي اللي بتبين لك انها بنوته، تمام. اما الولد هتلاقي العلامات الطوليه دي موجوده في الجناح كله من البدايه للنهايه، لكن مش هتلاقي فيه البقع الصغيره دي. ده طبعا بعد ما يبلغ هيبقى الموضوع دوت ظاهر لك اكتر. الزوج دوت الجوز ده عشان خاطر اسبليت مصبعات عامل 750، اما الزوج الثاني دوت ده عامل 1400. ده ذكر سينامون اينو مع بنت رمادي. طيب استفاد منه ازاي؟ افرقكم الاول عليه واقول لكم بنستفاد منه ازاي. العصفور ده العين الحمراء
شفت المسكه بتاعتي وانا بمسك؟ انا عاوزك تمسك كده وانت بتبص على الطير بتاعك. السينمون اينو، العين شرط اساسي تكون حمراء، هتلاقي فيه علامات بني على الديل باينه لكم كده، ده كده اللي بيميز السينمون اينو. جميل. اول حاجه بص عليها بص وانا ماسك العصفور المجمع، لان ممكن العصفور يعمل فضلات فيتوسخ من تحت. بص المجمع عامل ازاي، قطه هي ما شاء الله. دي حاجه من الحاجات اللي تطمنا على عصفور، صدر العصفور كويس ما هوش نحيف. احط ايدي هنا كده والاقي احس العظمه بايديا ما تكونش نحيفه. انا بحب الذكور يكون جسمها اقل من جسم الاناث عشان التخصيب يكون سهل، ويكون الذكر حامي وعنده رغبه في التزاوج. بص بقى الجناح من جوه اهوت، انا فردت عدلت ايده الموضع في ايدي وانا ماسكه. بص الجناح كامل والريش كويس مستف مفيش فيه اي مشاكل. طيب مش عاوز بس ابهدل ريش العصفور ندخله، اقول لك ازاي نستفاد مع العصفور دوت مع الانثى الرمادي. هندي الذكر ده للانثى دي، الانتاج اللي هيطلع هيبقى كله بنات عين حمراء سينمون اينو، هتبقى عامله زي الالبينو وهي صغيره، والذكور رمادي اسبلت اينو. اجوز الاخوات لبعضها هاخد اغلب انتاجي عين حمراء سينمون اينو. الزوج هيتباع زغليل 900 جنيه ل 1000 جنيه، يعني من حاجه ب 1400 لو طلع عندي بس جوز زغليل ابقى انا جبت اكتر من نص ثمن الزوج الاهالي، لو طلع بس جوز واحد، لو طلع جوزين يبقى انا كده الحمد لله معايا ربح كويس وباستمرار في عندي ربحيه. دي الحاجات اللي عاوزكم تاخدوا بالكم منها. اخر حاجه بقى الحته بقى اللي ايه اللي فيكم ناس ما بتحبهاش، هو موضوع الفضلات. هبص على الفضلات كده بتاعت العصفور تكون عامله زي ديت كده، ما تكونش الفضلات مسيله، تكون قطع ثابته وتكون حجمها اللون الطبيعي بيقولوا عليه الزرق. فضلات الطيور اسمها الزرق. الاسهالات من الحاجات اللي تخوفنا من شراء الطير، فزي ما احنا شايفين كده الفضلات كلها سليمه ومختلفه الالوان بسبب اختلاف نوعيه الاكل اللي انت بتقدمه، ولكن ما تكونش سايله، ما تكونش لونها مصفر قوي، ما تكونش متحجره، ما تكونش الفضلات بيضه ومتحجره، ده كده سلمونيلا. الفضلات تكون لونها ازرق فابيض. بعتذر لو حد قرفان من حاجه زي كده، بس لازم اقول لك المعلومه كامله، ما ينفعش ان انا اقص حاجه من المعلومه. تغير لون الفضلات هيكون بتغير نوعيه الاكل، فالفضلات ممكن تبقى فاتحه شويه او غامقه شويه، ده حسب بقى الاكل اللي انت ماكله. انا مثلا كنت مديهم امبارح غله، وقبلها مدي جزر، وقبلها مدي خضره، مدي جرجير، فطبيعي تلاقي في اختلاف في لون الفضلات، ولكن ما تكونش مسيله، ما يكونش العصفور نحيف، ما يكونش في ظهر اي اعلاق على الطير بتاعك. خلاص مش عاوز بقى اطول عن كده عشان الناس ايه اللي بتقعد تقرف من الحاجات دي. فده كده ازاي نستفاد ونعرف الطير بتاعنا نحسن فيه وننتج منه الاعلى ازاي. اتمنى تكون استفدت من الفيديو وعرفت المعلومه. ما تبخلش بقى على غيرك بالمعلومه ديت وتخلي غيرك يستفاد منها. اعمل شير للفيديو، ده اكبر دعم انت ممكن تقدمه لي. اسيبكم على خير ونتقابل الفيديو الجاي. السلام عليكم.